مشاهدينا اهلا بكل حضراتكم مره تانية، ودايما صحتك معانا بالدنيا. النهارده هنعرف معاكم بعض الطرق علشان لو تجنبناها نتجنب الاخطاء اللي بنقع فيها واحنا بنعمل رجيم ونتمتع بعدها بقى مثالي. خلينا نشوف ابرز الحاجات اللي ممكن تحصل معانا او الطرق دي نتبعها. ممكن بتيجي بعض طرق خساره الوزن بتكون بنتائج عكسيه للاسف الشديد، وده بحسب موقع هايل بريكسس الالماني. وبيقول المختصين بشؤون الصحه في أخطاء بيقع فيها الكثيرين أثناء اتباع رجيم غذائي. إيه بقى أبرز الأخطاء اللي بنقع فيها وإحنا بنعمل رجيم؟ أول حاجة رجيم قصير وقاسي. الناس اللي عايزة تخس في أسبوع أو شهر بالكتير بيعتبر النظام الغذائي غير صحي، لأنه بيؤدي لتأثير اليويو. طبعا كلنا عارفين لعبة اليويو طبعا، لأن دي خسارة الوزن واكتسابه مرة أخرى، فيجب اتباع نظام متوازن ومعتدل بسرعات حرارية أقل. يعني فعلا هتخس بسرعة جدا لكن هترجع تتخن بسرعة تاني. طيب تناول كميات قليلة من الأكل، وبيعتبر ده من الأخطاء اللي بيجب تفاديها، فبينصح بتناول من 3 لـ5 وجبات يوميا بسعرات حرارية منخفضة. ما تفرحش ان انت ما بتاكلش الا وجبة او وجبتين بالكثير في اليوم، وتفضل طول النهار مفرهد وتعبان ووشك مسفر من الكنبة دي للكرسي ده. لا، هتخس بس هترجع تتخن تاني، وممكن يعمل لك مشاكل صحية. طيب تالت حاجة ممكن نكون بنعملها وهي تكون غلط في الرجيم، وضع أهداف غير واقعية. رافع توقعاتك ده بيؤدي للشعور باليأس والإحباط بسرعة، والتجنب ده يجب وضع أهداف معقولة بيتم الوصول ليها تدريجيا. يعني مش لازم تكون عايز تخس 10 كيلو مباشرة، لا، ابدأ 1 2 3، حتى لو 500 جرام هيفتحوا نفسك وهتخس برضو. طيب رابع حاجة ممكن تتعمل من الأخطاء، وجبات صغيرة كثيرة. ده بيجعل عملية حرق الدهون أمر غير ممكن، والتجاوز ده ممكن وضع فترات استراحة تصل لـ3 ساعات. بلاش تاكل ورا بعض، لا أصلها وجبات خفيفة وصغيرة فتديله بقى وجبات ورا بعض، لا، أنت ممكن تعمل ما بين كل أكلة والتانية ما يقلش عن 3 ساعات. كمان معانا وضع قائمة كبيرة بالمحظورات، وده بيعتبر من أكتر الأخطاء الشائعة، فكل ممنوع مرغوب طبعا، ويجب تجنب الأمر ده وأكل كل شيء ولكن بكميات معتدلة. الناس اللي بتقول ما بناكلش سكريات خالص، ما بناكلش بروتين خالص، ما بناكلش فاكهة خالص، ده ما ينفعش. أنت ممكن تاكل كل حاجة ولكن بكميات صغيرة. آخر حاجة معانا النهاردة عدم تناول وجبة الفطور. من بين الأخطاء التوقف عن تناول وجبة الإفطار، وده اللي بيؤدي للجوع الشديد، فبينصح بتناول وجبة إفطار خفيفة أو شرب كوب من العصير. ممكن تكون لوحدك نفسك بتبقى مسدودة الصبح ومش عايز تاكل أو مش عايز تفطر، ده عادي، ولكن ممكن تستعيد عنه كوباية مثلا شاي بلبن يكون خالي الدسم، أو ممكن تستعيد عنه بكوباية عصير فريش. أهم حاجة الرجيم علشان يكون صحي وسليم، بلاش إن أنت تحرم نفسك، الحرمان الشديد ده بيبوظ الرجيم.